ظاهرة تعنيف الأطفال هي ظاهرة أو هي أداة اللي حتى الأهل بيستعملوها للأسف الشديد في تربية أطفالهم، وهذا أمر اللي مفروض إنه إحنا كمجتمع نرفضه، ونرفض استمرار الحال على ما هو. ولكن لما يكون في تعنيف داخل مؤسسي اللي هي مفروض إنها ترعى الأطفال وتعمل على تنمية الأطفال، فهنا بصير عملية طامة كبرى، إنه مش بس كمان من الأهل ومن المربيات وكمان في داخل الروضات، فهذا أمر خطير، ولكن معالجته في حاجة إن نعالجه بشكل أكثر شمولي.